نريد أن نتعلم من المسيح ونقتدي به في كل كلماته وأعماله. إنه يتكلم عن الوحدة المؤنسة. إزاي تبقى وحدة ومؤنسة؟ يعني إيه وحدة مؤنسة؟ يعني أنا أقول لك مثلا تعال أقعد معايا أنسني، أقعد معايا سليني عزيني قل لي كلام حلو. لما تقعد معايا تبقى انت بتؤنس وحدتي. لكن المسيح مش محتاج لحد يؤنس وحدته. شوفوا بيقول ايه، وتتركونني وحدي وانا لست وحدي لان الاب معي. يا ليتنا نأخذ كلمات المسيح ونعيش بيها. انت برضو اول ما تلاقي نفسك وحدك قول الآية الجميلة دي، تقول انا وحدي ولكني لست وحدي لان المسيح معي. مش الرب يسوع قال لنا ها انا معكم كل الايام الى انقضاء الدهر؟ مش قال لنا انتم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم؟ مش قال لنا من ياكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وانا فيه؟ مش قال لنا ان اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا؟ يبقى ازاي ابقى لوحدي؟ انا عمري ما كنت لوحدي، دايما حتى لما الناس يسيبوني لست وحدي لان المسيح معي. عزي نفسك وتأمل في هذه الكلمات العظيمة. شوفوا داود في العهد القديم كان يقول الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب عاضة حياتي ممن أجزع. أيضا إذا سرت في وادي الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني. شوفوا يقول ايه كمان، يقول وان احاط بي جيش لن يخاف قلبي. يعني لو في جيش حواليا وانا لوحدي لن يخاف قلبي لانك انت معي. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. إني أتعجب على هذا الداود الذي أبهرنا بصلواته. ده داود ده في العهد القديم لا كان حضر سر المعمودية ولا بيتناول من جسد الرب ودمه. الله، أمال إزاي حاسس الإحساس العميق ده إن ربنا معاه؟ مش الأجدر بينا إحنا أبناء العهد الجديد إن إحنا نكون أحسن من داود في هذا الإحساس؟ لأن إحنا امتلأنا بالروح القدس منذ نعومة أصفرنا وإحنا صغيرين، وكل يوم بناكل من على المذبح جسد الرب ودمه. والرب بيقول من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا أثبت فيه. وكل يوم بنقرأ كلامه وهو قال إن حفظ أحد كلامي يحبه أبي وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا. إذن المسيح يسكن في الذين يحفظون كلام الإنجيل، يسكن في المعتمدين بالروح القدس، يسكن في الذين يتناولون من جسد الرب ودمه. فكيف تشعر أنت بالوحدة
والمسيح معك. والمسيح لما يبقى معاك ما تبقاش محتاج لبني آدم، لا أب ولا أم ولا أخ ولا أخت ولا صديق. ليه؟ لأن هو فيه كل أنواع الحب دي، كل الحب ده هو اللي خلقه وهو اللي عمله. يبقى هو يقدر يديلك كل أنواع هذا الحب. إنه أب لليتامى، إنه زوج للأرامل، إنه أخ للذي ليس له إخوة، إنه ابن للمرأة التي ليست لها أبناء. ألم يقل المسيح هكذا: من هم إخوتي وأخواتي؟ أليس الذين يصنعون مشيئة الله ها أمي ها أخي وأختي وأمي؟ كل من يصنع مشيئة أبي الذي في السماوات هو أخي وأختي وأمي. لو أم مثلا كل أولادها سافروا بعيد عنها، اتجوزوا وتغربوا وقعدت هي لوحديها في البيت، ما تفضلش تبكي تقول يا خسارة فين الولاد اللي ربيتهم، أهم تركوني وحدي. ليه تقولي أنا وحدي؟ ليه ما تشعريش بوجود المسيح معاكي؟ ودي حقيقة. قولي أنا مع المسيح سأستمتع بي، سأملأ يومي صلاة وتسبيح وترنيم، وسأملأ وقتي سجودا ودراسة في كلمة الله، ولن أشعر أبدا إني وحدي، بل أشعر إني أستمتع بالله الساكن فيا. لو أب كل أولاده سابوه وتركوه وزوجته رحلت إلى السماء، ما يفضلش ينعي حظه ويقول يا خسارة أنا عايش لوحدي. لا، قول لست وحدي لأن المسيح معي. استمتع بمعية المسيح، ما أحلاها عشرة. ده بيقول كده المرنم: ما أحلى ساعة بها أخلو مع الحبيب، يجري حديثي معه سرا ولا رقيب. ده بيقول: من لي في السماء ومعك على الأرض لا أريد شيئا. يعني أنت كفاية، أنت في كل الأمان والحب والتسلية، أنت اللي تعزي وأنت اللي تهني وأنت اللي تؤنس الإنسان. من الدرجات الرهبانية العالية درجة التوحد. إيه التوحد ده؟ يصل إليها الراهب حينما يمتلئ قلبه بحب الله، ولا يكون محتاج إنه يكلم حد ولا يقعد مع حد. تلاقيه ساب الدير وعمل له مغارة بعيدة في الجبل تبعد عدة كيلومترات، وقاعد ليل ونهار يتحاكى مع حبيبه يسوع ويتبادل معه الحديث، ويسمع صوته يرن في أعماقه ويشعر بأحضانه تدفئه، ويشعر بوجوده معاه يؤنس وحدته، ولا يشعر بخوف أو ملل أو ضجر أو ضيق، لقد عرف الطريق إلى يسوع الذي يؤنس وحدة المتوحدين. أنا مرة زرت دير السريان، الكلام ده من عدة سنوات، وكان لي اتنين رهبان اصدقائي كنت اعرفهم قبل ما يترهبنوا، وبعدين قالوا لي هنوريك حاجة حلوة. اخدوني وطلعوني برا الدير، وفضلنا ماشيين 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 لغاية ما اختفت كل حاجة عن انظارنا، لا شايفين مباني ولا شايفين شجر ولا شايفين حاجة، رمال ممتدة على مرمى النظر شرقا وغربا شمالا وجنوبا. موديني فين؟ قالوا لي حنفرجك على واحد متوحد. بعد مسافة طويلة مفيش اي حد حوالينا، واخدين معاهم شوية قراقيس وشوية ملخية ناشفة وشوية بصل،
اقتربوا من حفرة في الارض كده زي حاجة خندق في الارض، ومسكوا حجرين وخبطوا عليهم وقالوا بصوت عالي: اغاب يا ابونا، اغاب يا ابونا. فخرج من تحت الارض رجل مهوب جدا، لحيته بيضاء وطويلة خالص، وفرد جناحيه ايديه يعني، وهلل: اهلا اولادي، اهلا اولادي، تعالوا يا اولادي. وراح اخذنا بالاحضان وقعدنا على الحواشي بتاعت الحفرة اللي عايش فيها دي، والمغارة اللي عاملها تحت الارض، جحر جحر عامله تحت الارض. وقال لنا: يا سلام، انا فرحان خالص بيكم النهاردة. ونزل المغارة جاب لنا علبة فيها ملبن. انا ما اعرفش جاب الملبن ده من فين، يعني بتهيأ انه نصلى وقال له: ربنا ابعت لي حلويات للضيوف، ربنا ابعت له، لانه ده مش شكل ملبن ابدا، مش معقول يكون بياكل حلويات. بقول لكم بياكل قراقيش وملخية ناشفة وبصل، ادي كل اللي بياكل. اطلع لنا حلويات فخمة قوي ودانا، وقعد يحكي معانا مدة طويلة. لكن هو بيحكي معانا، الإحساس اللي سيطر علي إنه يشعر إن الله قريب منه جدا. بيقول: أنا من كم يوم كان عندي كحة، فبصيت لي يسوع كده، قلت له: مش معقول تسيبني وأنا عندي كحة كده، أنا راجل كبير ما استحملش الكحة دي. عارفين زي واحد بيكون واحد بيكلم واحد في بلكونة كده، مش واحد بيكلم واحد فوق في السماء العالية، زي واحد بيكلم واحد في البلكونة كده. قال، وأول ما قلت له كده طبعا شال مني الكحة. أنا عدت أتأمل، الراجل ده مش خايف وهو لوحده في هذه الصحراء الممتدة الأطراف، ما بيخافش من الحيات والأفاعي، ما بيخافش من زمجرة الوحوش، لو وحش جاله بالليل طب ما بيملش، ما بيخافش من الظلام، ما بيخافش من لصوص الله، طب مش بيتضايق، طب مش عايز حد يكلمه ولا حد يتعامل معاه. لقد اكتفى بالمسيح فوق كل شيء، وجد في المسيح كل كفايته. مش زي انا وانت كده، لو الواحد قال يومين ثلاثة منزلش الشارع يقول: انا اتخنقت، ده انا في سجن، انا ليا ثلاث ايام منزلتش ما شفتش وش الشارع، ايه ده، مش مستحمل انا. عارفين الحاجات دي معناها الروحي ان احنا مش عارفين نستمتع بالمسيح الساكن فينا. لكن الانسان اللي بيعرف يستمتع بالمسيح ما يقولش ابدا: انا وحدي، لست وحدي لان المسيح معي. قال الرب يسوع له المجد: لست وحدي لان الاب معي. ونحن نقول هكذا: لست وحدي لان المسيح معي. اذا وقعت في ضيقه وما لقيتش اي حد حواليك، ردد هذه الايه: لست وحدي لان المسيح معي. اذا جه شيء يحزنك ومحدش قادر يعزيك، اوعى تقول: انا في الحزن وحدي، قول: لست وحدي لان المسيح معي يعزيني. اذا كنت ماشي في طريق وتهت لانت عارف تروح يمين ولا شمال، اقف وصلي وقول له: يا رب انا لست وحدي لانك انت معي. درب نفسك ان تشعر دائما ان المسيح معك، بل ان المسيح فيك. درب نفسك انك تشبع منه، من حبه، من كلامه، من حلاوة الحديث معاه. هتلاقي نفسك استغنيت عن البشر كلهم، تلاقي نفسك بتهرب من الناس علشان تختلي بهذا الحبيب الذي يؤنس النفس ويعزيها ويفرحها. هم الجماعة المتوحدين اللي في المغاير وشقوق الأرض دول ناس مجانين عشان يعملوا كده؟ أكيد بيتذوقوا لذة عالية جدا جدا خلتهم مش عايزين يشوفوا العالم.
مش عايزين يشوفوا الناس. قديس ابو نفر السائح قعد حوالي 40 سنة او اكتر لا يرى وجه انسان. ومرة رحنا دير تاني، كان يوم خميس العهد وطقس غسل الارجل، فنزل واحد متوحد يحضر معانا. فطبعا زمايلنا واصدقائنا الرهبان شاورونا عليه، قالوا شايفين ده متوحد. وبعد ما خلص القداس لقيناه بيجري في الجبل، مش فاضي يقف مع الناس، بيجري. كلنا تسألنا الراجل ده مستعجل على ايه، رايح فين، ايه وراه، ما يقف شوية مع الناس، مش راضي يقف مع الناس، مش راضي يتكلم مع الناس، مش راضي يتصور مع الناس، ده بيجري لفوق، بيجري جري، مستعجل على ايه، ده في ايه وراه. عارفين في ايه وراه؟ في جلسة مع الحبيب الذي لا يمل منه، في جلسة في حضن المسيح الحنون الدافئ الذي حينما يتذوقه الإنسان يقول الرب جيد يا رب أن أكون ها هنا. هيا نصلي باستمرار. إيه أكتر حاجة تخليك تحس إن المسيح معاك ومش لوحدك؟ أن تتعلم كيف تصلي في كل حين ولا تمل. صلوا في كل حين ولا تملوا، قال رب المجد يسوع صلوا في كل حين ولا تملوا. مش بس علشان أسمعكم وأعرف طلباتكم، لكن عشان تحسوا باستمرار إني أنا معكم، لست وحدي لأن الآب معي. وأنا وأنت وأنت يجب أن نقول دائما لست وحدي لأن المسيح معي. وإن كان الله معنا فمن علينا؟ وإن كان الله معنا فهل نحتاج لشيء آخر؟ إنه خبز حياتنا وينبوع رواءنا، إنه نورنا وطريقنا وحياتنا، إنه لذتنا وفرحتنا ومتعتنا التي لا يمكن أن ننسى حلاوتها. يا ربنا يسوع المسيح، أعطي كل قلب أن يشعر بك، وأعطي كل نفس أن تحس بألفتك، وأعطي كل شخص أن يشعر أنك أنت معه، فلا يحتاج للناس. لك الكرامة والمجد إلى كل الدهور. آمين. فليأتي ومن يرد فليأخذ ماء حياة مجانا.
ده أهم عمل للروح القدس، إزاي يحدد يختار العروس اللي تستحق إنها تكون عروس للمسيح. مين العروس دي؟ اللي هي الكنيسة. ومين الكنيسة دي؟ اللي هي أنا وإنت وإنت كل واحد فينا. عشان كده كل واحد فينا اسمه العروس، وكل واحدة فينا اسمها العروس، والكنيسة كلها اسمها العروس. فزي ما بناء البيت من أحجار، كل حجر داخل في بناء البيت زي كده، احنا كلنا بناء الكنيسة، كل واحد فينا هو الكنيسة برضه. في قصة جات في العهد القديم جميلة قوي ومليانة بالرموز الحلوة. ايه القصة دي؟ قصة ابونا ابراهيم لما حب يختار عروسة لابنه اسحاق. ندى مين؟ ندى رئيس الخدم، رئيس العبيد اللي اسمه لعازر الدمشقي، وقال له تعالى واحلف لي واقسم لي وضع يدك تحت فخذي. دي كانت العادة زمان ان الرجل العظيم يخلي اللي اقل منه لما يجي يدخل معاه في عهد يضع يده تحت فخذه ويحلف له انه يأخذ عروس لابنه. فده كان علامة العهد زمان، يضع يده تحت فخذه. فقال له احلف لي وادخل في عهد معايا انك تجيب عروسة لابني، بس مش من بلاد الوحشة اللي احنا ساكنين فيها دي، تروح بلاد ابائي وتجيب عروسة لابني اسحاق. قال له طب لو العروسة مرضتش تيجي معايا؟ قال له خلاص بقى انت ايه يعني محلل من القسم ده. قال له خلاص. راح الرئيس العبيد ده، تعرفين ابونا ابراهيم كان غني قوي، كان عنده 318 عبد، اخذ معاه 10 جمال مليانة بالخيارات وسافر بلاد بعيدة لغاية ما وصل للبلاد اللي هي فيها كانوا اقارب ابراهيم، بس هو ما يعرفش. وقف عند البير لقى بنات جايين يملوا مية في ساعة الغروب، فقال يا رب أنا مش عارف مين الفتاة التي تستحق أن تكون عروس لسيدي إسحاق. ده سيدي إسحاق ده عظيم جدا وغني جدا، وهو اللي وارث كل حاجة من أبونا إبراهيم. أنا يا رب عايزك أنت اللي تحدد لي، أنا هدي لك علامة، الفتاة اللي هقول لها اسقيني تقول لي اسقيك واسقي جمالك ايضا، تبقى هي الفتاة اللي انت عينتها لسيدي اسحاق. ولسه بيتكلم لقى رفقة جاية من بعيد وكان شكلها جميل وجرتها على كتفها، نزلت ملت المية قال لها ممكن تسقيني شوية مية؟ قالت له طبعا. سقت وبعد كده قالت له أستقي لجمالك أيضا. طبعا علشان تسقي الجمال ده مجهود كبير خالص، في مسقاه كده حتة عاملة زي الحوض يحطوا فيها المية عشان الجمال تشرب، والجمال دي لما تشرب بتشرب مية كتير قوي، لأن ربنا خالق الجمل في المعدة بتاعته مغلفة بطبقة اسفنجية تمص المية، عشان كده كانوا يسموا الجمل سفينة الصحراء لأنه يشرب مية كتير قوي. فالجمل على الأقل لما ما يشربش يشرب له جرتين ثلاثة، يعني زي ما أنا أشرب كوبايتين كده. فإيه اللي خلاها تقول أسقيك وأسقي جمالك أيضا؟ ده عشان تسقي الجمال دي على الأقل هتنزل تملى من البير على الأقل خالص 20 جرة، يعني لما الجمال ما يشربوش كل جمل ايه يشرب له جرتين، اذا ده مجهود كبير قوي. راحت اول ما قالت له كده الراجل استغرب، وطلعت هي بسرعة بنشاط شديد قوي وايه، وفضلت تنزل البير وايه وتملى في المسقاة لغاية ما الجمال شربت وارتوت. وفوجئت بحاجة ما كانتش متخيلاها، ان الراجل ده اللي شكله غلبان ده مش غلبان،
راح مطلع اسوره ذهب غاليه قوي وحطها في ايديها، وطلع خزامه حطها في انفها. زمان كانوا يلبسوا خزامه. قلت له ايه اللي انت بتعمله ده؟ قال لها انا بخطبك بس مش لنفسي، لسيدي، سيدي اللي هيجوزك غني جدا جدا. جميله قوي القصه دي، مليانه بالرموز الحلوه. ابونا ابراهيم في القصه دي يرمز للاب، ابونا اسحاق يرمز للابن. طب رئيس العبيد ده يرمز لمين؟ للروح القدس. الروح القدس هو رئيس العبيد، رئيس الخدام، هو اللي ماسك كل البركات وبيوزعها على الخدام، وهو اللي بيشغل كل الخدام من اصغر خادم لاكبر خادم في الكنيسه، من اصغر خادم بسيط لقداسة البابا. مين اللي بيوزع عليهم الخدمات وبيديلهم المواهب وبيشغلهم؟ ده الروح القدس. فهو ده رئيس العبيد. مضى رئيس العبيد الى البلاد البعيدة ليختار عريس، والكتاب يقول وكل خيرات سيده في يده، يعني مستعد ممكن يجيب اي نعم اي بركات يديها لمين؟ للعروسة. طيب قلنا ابراهيم يرمز للاب، واسحاق يرمز للابن، ورئيس العبيد يرمز للروح القدس. طب رفقة ترمز لمين؟ للكنيسة، للعروس، للكنيسة بصفة عامة، وليا وليك ولكل انسان المسيح عايزه ايه؟ يصير عروس ليه. ايه الشرط اللي حطه رئيس العبيد في العروس؟ ايه هو قال لربنا اللي اقول لها اسقيني تقولي اسقيك واسقي جمالك ايضا، هي دي اللي تبقى العروس. ايه الحاجة اللي حطها؟ الطاعة؟ لا، هو ما طلبش منها تسقي الجمال. السخاء، السخاء، الكرم. يعني ايه واحد يقول له واحدة اديني شوية مية اشرب، تقول له اسقيك واسقي الجمال بتاعتك؟ كفاية تقول له اسقيك وخلاص. اذا الشيء الحلو اللي يعجب الروح القدس في النفس انها تكون ايه؟ سخية، كريمة. لما يطلب منها حاجة تديله كتير. يطلب مني اصلي 10 دقايق الروح القدس، ده انا اصلي ساعة، ما هو بيتكلم في قلبي. يطلب مني اقرا الانجيل اصحاح، ده انا اقرا 10 اصحاحات. يطلب مني اني اسجد مطانية واحدة، انا اسجد 10 مطانيات. يطلب مني اني اساعد واحد فقير بجنيه، ده انا اديله 50 جنيه. المسيح قال انه يحب النفس السخية، عشان كده قال من سخر كميلا اذهب معه ايه؟ اثنين. من سألك فاعطيه، من طلب رداءك فاعطيه الثوب ايضا. يعني الروح القدس حط العلامة بتاعت العروس، اول علامة انها تكون ايه؟ سخية. وده حاجة يحبها اول الروح القدس في الانسان، انه لما يطلب منه حاجة يديله اكتر. لكن هل السخاء اللي هتعمله دي رفقة يساوي حاجة قدام البركات العظيمة اللي بتنتظرها؟ طبعا لا، لأن ما لم ترى عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر ما أعده الله للذين يحبونه. هل كانت تتخيل إنها لما تتعب شوية وتسقي الجمال ستصير عروس لأعظم واحد في العالم في الوقت ده؟ أبونا إسحاق ده أعظم واحد في العالم، لأنه وارث كل غنى أبوه إبراهيم، ولأنه هو ده اللي ورث البركة، واللي قال عنه ربنا في إسحاق تتبارك جميع قبائل الأرض. بس كده يبقى إذن إسحاق أغنى واحد في العالم وأعظم واحد في العالم. فهل كانت رفقة تتخيل أن التعب القليل اللي تتعبه في أنها تسقي الجمال سيجعلها عروس لهذا الشخص الغني اللي هي متعرفوش؟ أو زي كده تماما، أي تعب نتعبه من أجل المسيح لا يساوي شيء أن احنا نبقى عروس للمسيح. المسيح الغني جدا
المسيح الذي به كان كل شيء وبغيره لم يكن شيء مما كان، المسيح المبارك اللي فيه تباركت جميع أقاصي الأرض. لكن العشر جمال دول يشيروا إلى إيه بقى؟ إحنا في العهد القديم دلوقتي، يبقوا بيشيروا لإيه؟ أيوة، يبقوا بيشيروا للوصايا العشر، ودي أول حاجة جابها الروح القدس للكنيسة. طيب ايه اكتر حاجة تخلي الروح القدس يفرح بالانسان؟ انه ايه؟ يخدم الوصايا دي، مش كده؟ يحب الوصايا، يروي الوصايا العطشانة. والوصايا دي ما كانتش عارفة رفقة ان فوق كل جمل فيه ايه؟ هدايا كتير قوي هتملى البيت بتاعها بالخيرات، وبيت ابوها وامها واخواتها. كانت بتروي الجمال، ما كانتش عارفة ان كل جمل عليه هدايا وتحف ومأكولات من ارض كنعان، لوز وحاجات حلوة، وكمان اقمشة منقوشة وجميلة، وحاجات للزينة، حاجات كتير قوي. تصوروا عشر جمال، كل جمل عليه حمل كبير من الهدايا، اهو زي كده بالظبط. برضو النفس ما تعرفش ان كل وصية ليها بركة كبيرة جدا. يعني وصية مثلا اكرم اباك وامك، مش قال كده الرب اكرم اباك وامك لكي تطول ايام حياتك على الارض؟ وصية تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك ليها بركات كتير. وصية أذكر يوم الرب لتقدسه ليها بركات كتير. كل وصية قالها لنا ربنا تحمل بركة كبيرة جدا، كل وصية تحمل بركة كبيرة. فإذا إحنا عملنا وصاياه يبقى إحنا بنحب ربنا، زي ما قال الكتاب من يحبني يحفظ ايه؟ وصاياي. وقال الكتاب ووصاياه ليست ايه؟ ثقيلة. وصية المسيح ما هيش ثقيلة. كمان المسيح قال ان احبني احد يحفظ كلامي يحبه ابي واليه نأتي وعنده ايه؟ نصنع منزلا. يعني المسيح يسكن هو الانسان لما الانسان يحب وصاياه. إذا وراء كل وصية أطيعها في مفاجأة، في بركة، بركة كبيرة جدا. حتى لو بدت الوصية دي متعبة، زي يوسف الصديق اتحط في موقف وحش جدا جدا، امرأة سيده طلبت منه الخطية، لكن ايه؟ مع ان ما كانش لسه الوصية بتاعت لا تزني جات، لكن هو كان واخدها من ابوه، واخدها من ابوه. بابوه قال له يا ابني الخطيه دي بتدمر الانسان، كل انسان لما يهرب منها يبقى ربنا يديله بركه كبيره. هل كان يوسف يعرف انه لو هرب من خطيه الزنا سيصير ملك على ارض مصر؟ ما كانش يعرف. ولكن هناك بركه عظيمه جدا وراء وصيه الطهاره، العفه. العفه ليها مكافاه كبيره جدا، ولما الانسان بيخسر عفته بيخسر بركات كتيره جدا برضه. كل وصيه ليها بركه، كل وصيه ليها بركه كبيره جدا. ما كانتش تعرف رفقه ان الجمال اللي بترويها دي مليانه بالهدايا اللي هتملى حياتها فرح وهتملى البيت كله فرح. كمان ما كانتش تعرف ان نفس الجمال اللي هي هترويها دي هي اللي هتشيلها وتوديها للعريس. ما وصية الله هي اللي بتحملنا للمسيح. هي كل الكلام ده ما خطرش على بالها. هي بتقدم خير، بس ايه؟ سخية في العطاء، سخية قوي، لكن ما تعرفش البركات اللي وراء السخاء. الرب قال مغبوط هو العطاء
اكثر من الاخذ. واحدة عيانة تقول لك تعالي يا بنتي اعمل المعروف، اسنديني وديني للدكتور، انا ملياش حد، لا ليا زوج ولا ولد ولا بنت، انا مقطوعة ملياش حد. تقول لها حاضر يا طنط انا اجي اوصلك، وبعدين رحت وصلتيها للدكتور. هي عايزة توصليها بس انت سخية، تقولي لها طب انت معاكي فلوس تجيب روشتة؟ تقول لك لا يا بنتي مش معايا. طب معاكي فلوس للدكتور؟ تقول لك ولا حتى للدكتور. امال هتروحي للدكتور ازاي من غير معاكي فلوس؟ تقول لك يمكن ربنا يهديه ويكشف عليا ببلاش لما تقولي له ده انا من اخوة الرب. دخلت انت لقيت الدكتور لا ما بيعملش كده، تروحي دفعتي لها الكشف وبعدين جبت لها الروشتة. هي ما قالتلكيش كده بس انت عملتي كده. بعدين روحتيها البيت، بعدين قلت لها ايه ده انت ما عندكيش حاجه تاكليها؟ قالت لك اها اي حاجه لقمه بجبنه بتاعك. رحت نازله السوق بسرعه جايبه لها فرخه ومسويها وعامله لها شويه خضار وبتاع واكلتيها. قلت لها انا هاجي لك بكره. جيتي بكره لقيتيها ايه؟ اتحسنت شويه، بصيتي فيها لقيتي شكلها كده ايه؟ مش نظيف. قلت لها ايه؟ احميكي كمان واسرح لك شعرك واوضبك كده. دلوقتي هي ما طلبتش منك ده كله، هي طلبت منك انك توديها ايه؟ للدكتور. لكن انت علشان حاسه ان دي بنت ربنا عملتي اكتر بكتير من اللي ايه؟ الطلب منك. اهو الروح القدس يحب كده. النفوس اللي تعمل كده يخطبها على طول للمسيح، يلبسها الغويشة على طول، يحط لها الخزامة على طول. المسيح يطلب النفس السخية. طب ليه هو يحب النفس السخية؟ لأنه هو سخي جدا. لما نزل عشان يغفر لنا خطايانا، بس غفر لنا خطايانا؟ لا. يعني أصل القضية إيه؟ مش إنه يغفر خطيتنا؟ طب هو غفر خطيتنا بس؟ لا، ده غفر خطيتنا وحولنا من عبيد إلى أبناء، وإدانا الروح القدس يسكن فينا، وإدانا جسده ودمه، وكتب اسمنا في سفر الحياة الأبدية. شوفوا إدانا كل ده؟ ده جاي يعالجنا بس، يشيل الخطية بس؟ لا، شوفوا إدانا إيه وإيه 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 وإيه. علشان هو سخي يحب الإيه؟ الأسخياء. لازم العروسة بتاعته تبقى إيه؟ سخية. مش معقول يعني، مش معقول ابدا انا واحد عريس شعره اصفر وعينيه خضرة ووشه احمر وطول وعرض وجمال اجيب له واحده سودة تنتونه شعرها اقرد وقصيره وشكلها وحش واقول له خد العروسه بتاعتك؟ لازم تبقى زيه، تبقى تشبهه، صح ولا غلط؟ فالعريس يحب العروسه بتاعته تبقى تشبهه، تبقى زيه، تبقى سخيه زيه، كريمه زيه، معطاء زيه، ما تبقاش بخيلة. والبخل ده مش بس في المادة في المال، إنما حتى في الجهد، حتى في الجهد. عشان كده العلامة اللي طلبها أبونا لعازر الدمشق ده اللي هو بيرمز للروح القدس إن النفس تبقى إيه؟ سخية قوي. فأول ما سأت الجمال طبعا أرهقت فتاة، يعني ما هيش راجل عنده عضلات ولا بتاع، دي فتاة رقيقة وفضلت تنزل وهو متعجب يقول طب إيه اللي خلاها تعمل كده؟ لكن حس إن ربنا استجاب له وقال يبقى هي دي اللي تنفع. راحت إيه؟ بعد ما سأت الجمال وفضلت واقفة تروي الجمال وتطلع وتنزل وتبدأ في الجرة لغاية ما آخر جمل شرب وفي الآخر خلاص بقى وقف خلاص. قالت له مبسوط كده؟ قال لا ده أنا مبسوط قوي قوي، هاتي إيدك كده. قالت له مالك بإيدي؟ قال لا بس هاتي إيدك. راح مطلع هويشة كبيرة قوي حطها في إيدها. قالت له إيه ده كل ده عشان أنا عملت المجهود ده؟ قال لا أنت شفت حاجة، ده حاجة بسيطة. بسيطة؟ قال لهم ليه ده أنا بخطبك دلوقتي الأغنى واحد في العالم. أغنى واحد؟ أنت بتقول إيه؟ قال لها تفهمي كل حاجة. طلعت جري راحت حكت لأبوها وأمها وإخواتها وطلعوا جري قالوا اتفضل تعالى. دخل البيت وراح إيه؟ عمل إيه؟ أناخ الجمال وراحوا ايه اكلوا الجمال كمان. وراح قال لهم ايه؟ بصوا
الاول انا عايز اقول لكم على حاجه. قالوا له ايه؟ قال لهم انا جاي من بلاد بعيده وانا عبد لسيدي ابراهيم. قالوا ده ابراهيم قريبنا. وعمال اقول يا رب اختار فتاه لسيدي اسحاق، والعلامه ان اللي اقول لها اسقيني تقول لي اسقيك واسقي جمالك ايضا، وبنتكم عملت كده، ايه رايكم بقى تدوني البنت اخدها لسيد اسحاق؟ قالوا له اه طبعا نديها لك، ما دام الامر خرج من الضبط نديها لك. قال لهم خلاص ما دام وافقته يبقى اكل، عشان هم في الاول قالوا له كل ما رضيش ياكل. قال لهم اسمعوا القصه في الاول. وبعد ما وافقوا بدا ياكل معاهم، وبعدين نادى عليها قال لها يا رفقه. قالت له نعم. قال لها عارفه الجمال اللي انت تعبتي وروتيه هديه؟ دي مليانه هدايا، افتحي بقى الاحمال اللي على الجمال. ها انا في حاجه نسيت اقولها لكم، يعني لعذر الدمشق ده لما راحوا مع 10 جمال ما كانش رايح لوحده، كان معاه برضه شويه ناس، على الاقل واحد ماسك كل جمل. طب لما هي رفقه شايفه في ناس مع الجمال، ايه لزوم تقول له اسيك واسي جمالك ايضا؟ ما يجوا الناس يسقوا الجمال بتاعتهم. انتوا فاهمين قصدي؟ يعني هي سخيه قوي قوي زياده عن اللزوم، بتعمل مجهود ممكن حد تاني يعمله. راح قال للعبيد اللي معاه افتحوا الجمال، راحوا ايه بقى؟ شالوا الحمول اللي على الجمل، كل جمل شايف بقى ايشي هدوم وايشي اساور وايشي روائح وايشي لوز وصندوق وبندق ومش عارف ايه، وحاجات بقى من المأكولات الجميلة بتاعت ارض كنعان. تخيلوا بيت يدخلوا 10 جمال محملين هدايا في لحظة. قلت له ايه ده؟ ده انت غرقت البيت من الحاجات الحلوه دي كل ده. قال لها امال انت فاكره يعني بتروي الجمال ببلاش؟ لا بس الاجره بتيجي بعدين. يا احبائي لو النفس تعرف ان طاعه الوصيه مش تملاها هي بس بالبركه، انما تملى البيت كله بالبركه، انت ممكن تبقي سبب بركه للبيت كله، لبابا وماما واخواتك واخواتك وقرايبك وعيلتك. الأجرة كبيرة جدا جدا بتاعة طاعة الوصية، الإنسان ما يتخيلهاش. لقد أغرقت رفق البيت بالنعم والبركات. هي تعبت البيت كله اتملى بالإيه؟ بالبركات، اتملى بالخيرات. صدقوني ولد صغير، ولد صغير بيروح مدرسة الأحد يحب ربنا ويحفظ وصاياه، ممكن بعد كام سنة يصير بركة لأبوه وأمه وأخواته وخالته وعمته وابن خالته، ويصير هذا الولد ده بركة للبيت كله، كله يملى البيت كله بالبركات. ليه؟ لأنه ولد أحب وصية الله. يمكن أبوه ماشي غلط، يمكن أمه ما بتعرفش ربنا، يمكن خاله وحش، استني كام سنة كده تيجي في الآخر تلاقي العيلة دي كلها اتغيرت. مين غيرها؟ الواد الصغير اللي كان بيروح مدرسة الأحد. شوية شوية النعمة نامت فيه بدأ ينور في البيت كله، واخدين بالكم؟ عشان كده برضه ما تستهتروش بالولاد الصغيرين اللي بيروحوا مدرسة الأحد، ممكن ولد صغير يبقى سبب بركة لبيته كله. ده ممكن يبقى سبب بركة للبلد كلها، ده ممكن يترهبن وفي يوم من الأيام يبقى أسقف يبقى سبب بركة لأغرشية كبيرة، ده ممكن يبقى بطرك، ده ممكن يبقى خادم عظيم بيكرز في البلاد. يعني إيه؟ ما نستهترش بواحد أخذ الوصية وعاش بيها، لا ده هيبقى سبب بركة كبيرة للبيت بتاعه. قالوا لها ايه رأيك يا رفقة في الراجل ده؟ قالت لهم الراجل ده بدا كأنه فقير وغلبان ومحتاج المساعدة، وطلب مني انه يشرب شوية مية. انا ما اعرفش ان هو غني بالشكل ده. اهو برضو ايه كده الروح القدس يبدو كما لو كان محتاج للانسان. الله في الاول يطلب. القصة دي تشبه ايه في العهد الجديد؟ حد فاكر فيكم؟ ها؟ السامرية مش كده؟ مش المسيح قال لها اعطيني الاشرة؟ قالت له كيف تشرب تطلب مني وانت يهودي وانا امرأة سامرية؟ قال لها ايه؟ لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك اعطيني لاشرب لطلبت انت منه فاعطاك ماء حيا. فانت لو كنت تعلمين عطية الله، لو كنت تعلمين عطية الله، ومين اللي بيطلب منك
لو تعرفي مين اللي بيقول لك قومي صلي وهيدي لك ايه البركات، لو تعرفي مين اللي بيقول لك اصحي بدري روح الكنيسه اعترفي اتناولي روح خد ده اللي بيطلب مننا، لو كنت تعلمين ايه اللي محضرهولك ربنا، ده شيء يفوق العقل. مفاجآت عظيمة جدا عملها ربنا لأولاده الذين يطيعون وصاياه، أولاده الأسخياء، أولاده الكرماء. قال لهم يلا خلاص بقى العروسة موافقة وأنا ربنا أنجح طريقي، لا تعوقوني والرب قد أنجح طريقي، ادوني العروسة. قالت له لا خليها عندنا شوية أيام، خليها عندنا 10 أيام. حد فاكر ال10 أيام دول يرمز لإيه؟ ها؟ أيوة، حلول الروح القدس جاء بعد صعود المسيح بالضبط بإيه؟ ب10 أيام. الروح القدس أخذ الكنيسة للمسيح بعد 10 أيام، حل على الكنيسة بعد 10 أيام. وبعد 10 أيام قالوا له بس برضو نسأل البنت نشوفها لحسن تكون ايه ملهاش رغبة. راحوا جابوها قالوا لها اتذهبين مع هذا الرجل، خلوا بالكم من السؤال ده مهم قوي، اتذهبين مع هذا الرجل دلوقتي؟ الرجل ده هياخدك واحنا مش عارفين هيوديك فين. هو بيقول ان هو عبد لإسحاق وإبراهيم، لكن انت تروحي مع الراجل ده؟ قالت لهم اذهب. هذه حياه الايه؟ الانقياد بالروح، التسليم للروح القدس، تمشي مع الروح القدس، تمشي لغايه ما يوصلك للعريس بتاعك تقول له امشي. خلوا بالكم لعازر الدمشق ده شكله كان راجل كبير، مش هو العريس، انما هي وثقت ان هو ده اللي هيوصلها للعريس، بدليل انه جايب معاه خيارات كتيره من خيارات العريس. فالروح القدس هو غايه مناه وغايه عمله انه يوصل النفس لايه؟ للمسيح. عشان كده بيقول الروح والعروس يقولا تعالى، الروح القدس يقودنا للمسيح، واحنا بكامل حريتنا لازم نمشي مع الروح القدس. اتذهبين مع هذا الرجل؟ تمشي معاه منين ما ياخدك؟ تسمعي صوت الروح تطوعيه؟ لما يقول لك صلي تصلي، لما يقول لك صومي تصومي، لما يقول لك اسجدي تسجدي، لما يقول لك اخدمي اختك الغلبانه تخدميها؟ اتذهبين مع هذا الرجل؟ تروحي معاه؟ تسمعي صوته؟ تنقادي بيه؟ قالت لهم اروح معاه، اذهب معاه. انت نفوسنا تستسلم لقياده الروح. هي مش عارفه السكه، امال مين اللي عارف السكه؟ هو. هي كمان مش هتاخد معاها مصاريف للسكه، ده هو اللي هيصرف عليها، هو اللي هياكلها، هو اللي هيشربها، هو اللي هيريحها لغايه ما يوصلها للعريس. راحوا لما ايه بقى؟ لقوها موافقه، جم وتودعوها وخدت معاها شوية من الخدمين وقالوا لها عبارة جميلة جدا، قالوا لها أنت أختنا سيري رب ألوف وربوات وليرث نسلك أبواب مقاومين. يعني إيه؟ ربنا حيخليك تبقي كتير قوي 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 وأولادك يبقوا أقوياء يرثوا بيوت أعدائهم. فعلا النفس اللي بتمشي ورا المسيح ما بتبقاش لوحدها، بتبقى مثمره بعد كده، سيري الوف وربوات. وفعلا رفقه دي طلع منها مين؟ طلع منها يعقوب وعيسو، وادي يعقوب بقى هو شعب ايه؟ شعب اسرائيل. كله ده طلع من مين؟ من رفقه. برضو النفس التي تسير وراء الروح القدس وتنقاد به لابد انها تكون مثمره، هتبقى مثمره ثمر كبير جدا. سيري الوف وربوات، ومش الوف وربوات ضعفاء، لا، ده نسلك يرث ابواب ايه؟ مقاومين، يغلب اعدائه. ودعوها طبعا ومشيت مع مين؟ مشيت مع لعازر الدمشقي.
طبعا دي فتاه رقيقه والجمل طول السكه يتهز والمسافه ايه بعيده، ففي جمل يبقى متعب شويه وفي جمل يبقى مريح في مشيته. فهي تركب جمل بقى يهز فيها شديد كده، تقول له العازر، يقول لها نعم، تقول له ظهري هيتكسر من الجمل ده، يقول لها خلاص استني احطك على جمل تاني، ينزلها ويروح يحطها على جمل تاني. العازر يقول لها نعم، نعم يا عروسه، تقول له برضو الجمل ده متعب شويه، يقول لها حاضر نشوف لك جمل اخف منه، يحطها على جمل تاني. الجمل اللي يريحك حضرة العروسه، انا خدامك، احنا مش عايزينك تتعبي. ايه معنى الكلام ده؟ الروح القدس هيوصلنا للمسيح بابسط الوصايا الغير متعبه. يعني انت ما تمسكيش في الوصيه المتعبه وتحاولي تنفذيها، يعني هاتي اي وصيه صغيره في نظرك او سهله وعيشي بيها، تلاقيها وصلتك للمسيح. لو واحده تقول ايه مثلا، انا ما اقدرش على الوصيه بتاعت احبوا اعداءكم باركوا لاعينكم، دي صعب قوي، طب بلاش الجمل ده، خدي لي الجمل تاني. عارفه ايه؟ صلوا في كل حين ولا تملوا. دي وصيه لو احنا طوعناها هتوصلنا. او طوبى للرحماء لانهم ايه؟ يرحمون. او مثلا ايه؟ من ياكل جسدي ويشرب دمي يحيا الى الابد وانا ايه؟ اقيمه في اليوم الاخير. وصيه ان الانسان يتناول باستمرار، وصيه ان الانسان يبقى رحيم، وصيه ان الانسان يصلي في كل حين ولا يمل. ها؟ مش دي كلها وصايا سهله؟ مش دي جمال مشيتها خفيفه ولذيذه؟ مش لازم يعني افرض انا مش قادر على الوصيه الصعبه ابتدي بالوصيه السهله، لكن بعد شويه هلاقي الوصيه الصعبه بقت ايه؟ بقت سهله، حتى لو بديت بالسهله. زي ايه؟ ابونا لما يقول للولد مثلا تقدر يا ابني تعمل ايه في الصلاه؟ يقول له ابونا انا ما اقدرش اصلي كتير، يقول له خلاص يا ابني ما تصليش كتير، بس صلي باكر والنوم بس، واعمل ثلاث مطنيات الصبح وثلاث مطنيات بالليل، ارد قليل قوي، يقول له لا بس كده كويس، بس واظب عليهم، وطول النهار قول يا رب يسوع المسيح ارحمني انا الخاطئ. دلوقتي بيدينا وصيه ايه؟ وصيه سهله. عشان كده قال الكتاب وصاياه ليست ايه؟ ثقيله. اي وصيه من الوصايا العشر لو طوعناها توصلنا للمسيح. كل وصايا المسيح سهله، بس في الاول بيبقى الانسان شايف حاجات صعبه، لكن لما بيتملي بالروح القدس بتبقى كل الوصايا ايه؟ سهله. طيب طول السكه بقى تقول لعازر يا عم العازر، لا نعم يا عروسه، تقول له انا عطشانه، لا استني هات يا ابني ميه ساقعه من اللي عندك يسقيها، انا جعت، يقول لها ما انا عارف انك جعانه من غير ما تقولي، نزل الجمل يا ابني ياكلها، ياكلها ويشربها ويريحها ويلبسها طول المصاريف طول السكه على مين؟ على رئيس العبيد ده اللي هو لعازر. الروح القدس هو اللي مهتم بالكنيسة لغاية ما يوصلها للمسيح، مش هو الروح القدس اللي في الكنيسة بتاعتنا؟ مش هو اللي بيحل على المية في المعمودية يخليها تلد الإنسان يصير خليقة جديدة؟ مش كده؟ مش هو اللي بيحل على الخبز والخمر يحولهم لجسد ودم؟ مش هو اللي بيدي السلطان للكهنة علشان يغفروا الخطايا في التحليل؟ أه؟ مش هو اللي بيعمل الشفاء في مسحة المرضى؟ مش هو الروح القدس ده اللي بيجوز الشاب والشاب يخليهم جسد واحد؟ اذا مصاريف الكنيسة كلها على حساب مين؟ على حساب العازر الدمشقي، على حساب مين؟ الروح القدس. الروح القدس ده غني جدا، احنا بنقول له كل يوم الساعة الثالثة ايها الملك السماء المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمال الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة. كنز الصالحات، المسيح قال عن الروح القدس يأخذ مما لي ويخبركم، كل ما للآب هو لي. عشان كده قال الكتاب مضى العبد وخيرات سيده كلها في يده. يعني ايه؟ يعني هو واخد كل الخير بتاع ابراهيم،
ورايح بيه. لا يعني معناها في سلطانه انه ياخد كل الخيارات ويديها للعروسه دي، لانه هو رئيس العبيد، رئيس الخدم. مش كده وبس، ده طول السكه رئيس العبيد ده لعازر يحكي لرفقه عن العريس. تقول له احكي لي عن العريس، ايه شكله؟ قال لها شوفي بقى، العريس ده اولا جميل قوي قوي. تقول له قوي؟ قال لها مفيش زيه ابدا، ابرع جمالا من بني البشر. احنا ما شفناش المسيح بالجسد، شفناه؟ ما شفناهوش. لا يمكن فيكم حد شافه في حلم او في رؤيه وكده، لكن ما زلنا احنا برضو ما شفناهوش، يعني ما نقدرش نقول شفنا. مين اللي بيكلمنا عن جماله؟ الروح القدس. تقول له طب احكي لي عنه، اتولد ازاي؟ يقول لها شوفي بقى، ده ابن الموعد، ده ابوه كان راجل كبير سنه 100 سنة وامه 90 سنة وما كانتش بتجيب اولاد، وربنا زار ابونا ابراهيم وكان معاه ملكين وقال له اعود في مثل هذا الوقت من السنة اللي جاية يكون لسارة ابن. وسارة ضحكت، راح قال له مراتك ضحكت؟ قال له لا ما ضحكتش. قال له لا ضحكت. وبعدين قال له عشان كده هنسميه اسحاق، يعني ابن الضحك. وفضل يحكي لها بقى، بصي ده اولا وارث كل حاجه من ابوه، ده غني جدا جدا. طبعا الروح القدس بيخبر النفس عن ايه؟ عن هنا المسيح الذي لا يستقصى، بيخبر النفس عن قصه ميلاد المسيح العجيبه، انه المسيح مولود من عذراء، مولود غير مخلوق، واحد مع الاب في الجوهر. كمان الروح القدس بيقول للنفس عن الطاعة العجيبة بتاعة المسيح للأب. يقول له عارفة إسحاق ده مطيع جدا جدا لأبوه، تعرف مرة من المرات أبوه كان هيذبحه ويقدم ذبيحة لربنا، وإسحاق ده ما عصاش أبوه، بل هو طلع بنفسه على المذبح واحتمل أن أبوه يرفع عليه السكينة. الروح القدس يحكي للنفس عن قصة صلب المسيح وكيف قدم ذبيحة أمام الله الآب من أجل خطايانا. الروح القدس يقول لنا كل حاجة عن المسيح. عشان كده المسيح قال للتلاميذ إن الروح القدس سيذكركم بكل ما قلته لكم ويخبركم بأمور آتية. وفضل الروح القدس ده يحكي لرفقة طول السكة ويسليها ويعلمها الصلاة ويعلمها الترانيم ويعلمها التسبيح. مين اللي بيعلمنا الترانيم؟ مين اللي بيعلمنا التسبيح؟ مين بيعلمنا الصلاة؟ مين بيعلمنا الإنجيل؟ مين اللي بيعزينا طول السكة؟ اسمه المعزي، هو الروح القدس، لغاية ما نوصل للمسيح. مسؤول عن أكلنا وشربنا ولبسنا وراحتنا وتسليتنا وتعزيتنا هو الروح القدس. عشان كده المسيح قال عنه المعزي، إني أرسل لكم المعزي الذي يبقى معكم إلى الأبد. إحنا اليومين دول في انتظار المعزي، مش كده؟ مش المسيح صعد يوم الخميس، احتفلنا بصعود المسيح، النهاردة يوم إيه؟ الاثنين، يعني صعد المسيح ليه دلوقتي الخميس، جمعة، سبت، حد، اثنين. وفي هذه العشرة أيام احنا بنستعد لاستقبال حلول الروح القدس. طول السكة بقى يكلمها عن جمال العريس وحلاوة العريس، وهي ايه بقى؟ كل ما تسمع قلبها ايه؟ يلتهب. يا شكله ايه العريس ده؟ شكله ايه؟ جماله؟ انت بتقول ابرع جمالا من بني البشر؟ يقول لها يعني ايه ابرع جمالا من بني البشر؟ غني قوي. يقول لها قوي 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 قوي، وكل الغنى بتاعه هيديهولك. تقول له بتقول مطيع جدا لابوه. يقول لها بقول لك حتى الموت. تقول له وجاي بموعد. يقول لها وايه كمان؟ يقول لها فيه تتبارك جميع اقاصي الارض، كل قبائل الارض تتبارك فيه. يا ده مليان بركه، يا بني هتجوز واحد بقى كله بركه. يقول لها ده كتير قوي. طيب وايه تاني؟ يفضل بقى يحكي لها ويحكي لها ويحكي لها. هو ده المعزي اللي هيفضل يعزينا طول السكه لغايه ما نوصل في اراضي
العريس. وبعدين دخلت حته كده لقيت درع جميل وحاجات حلوه كده، قالت له حلوه قوي القبر. قال لها دي بدايه ممتلكات سيدي اسحاق. قالت له ايه ده؟ ايه الحاجات الحلوه دي كلها؟ وبعدين بصت لقيت واحد كان اسحاق بقى ايه شايف القافله جايه من بعيد، وهو عارف شكل العبيد بتوعه وشايف شكل العبد بتاعه من بعيد. راح بص من بعيد كده لقى العشر جمال جايين وفي شويه عبيد ماشيين والعازر ماشي من قدام. راح طلع يستقبله. قالت له من هذا الرجل الخارج لاستقبالنا؟ قال لها هو سيدي اللي انا بحكي لك عنه. قالت له هو ده العريس؟ قال لها هو ده. راحت طبعا ايه فرحت قوي وراحت ايه نزلها من على الجمل وراح اداها لاسحاق، واخذها اسحاق وادخلها الى خباء امه ساره وصارت عروس له. الروح القدس مش هيسقط لغايه ما يوصلنا لمين؟ للمسيح ويزفنا له فوق السحاب. هي دي مهمه هذا الروح العظيم المعزي. هل بعد كده تبقى مهمه الروح القدس خلصت؟ لا، لان لعازر الدمشقي بعد كده بدا يصير خادم لهذه العروس، ما دام هي عروس السيد بتاعه هو يخدمها. ياخذ مما لابراهيم ويعطيها، ياخذ مما لاسحاق ويعطيها. الخير كله بتاع ابراهيم واسحاق بياخده ايه لعازر الدمشقي ويديه لمين؟ للعروس. احنا في الحياه الابديه هنبقى فرحانين جدا. مين اللي هينقل الينا افراح الله؟ الروح القدس. مين اللي هينقل الينا غنى الله؟ الروح القدس. مين اللي هينقل الينا الخلود والديمومه الى الابد بتاعه ربنا؟ الروح القدس. مين اللي هيعلمنا نرنم في السماء الى الابد ترانيم جميله جدا جدا؟ عارفين الترانيم اللي انتوا بتقولوها دي حلوه؟ ما تروحش واحد على مليون من الترانيم السمائيه. الترانيم السمائيه دي مذهله، تسكر القلب بالفرح. مين اللي هيعلم الكنيسه ترنم للمسيح في السماء؟ الروح القدس. مين اللي هيخلي الكنيسه